السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الكرة العراقية، أهلا وسهلا بكم. مبارك عليكم شهر رمضان المبارك، وكل عام وشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بألف خير. أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي الصربي سريسكو كاتانيتش القائمة الأولية للسود الرافدين تحضيرا لوديتي تونس وليبيا الشهر المقبل، ومن الممكن أن تسبق المباراتين ودية صربيا الذي ربما تحتضنها البصرة في الأول من يونيو حزيران المقبل إذا تم الاتفاق بالكامل. أضمت القائمة 33 لاعبا، وهم كل من جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح وعلي كاظم لحراسة المرمى، وعلى مهاوية سامح سعيد وفرانس بودروس وحسام كاظم وضرغام إسماعيل ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم ورايبين سولاقة وسعد ناطق وميثم جبار وعدي الشهاب وعلي كاظم لخط الدفاع. كما ضمت أيضا كل من أحمد ياسين وجيلوان حمد وهمام طارق ومازن فياض وحسين علي وأحمد جلال وجوستين ميرام وأحمد عطوان وأبشر رسن أصفاء هادي وكرار نبيل وأسامة رشيد لخط الوسط. وضم خط الهجوم كل من مهند علي وعلى عباس وأيمن حسين والعائد من جديد على عبد الزهرة. ومن المؤمل أن يتم اختزال القائمة 23 لاعبا تحضيرا للوديات الثلاث القادمة، إذ تم تثبيت مباراة صربيا. حدد الجهاز الفني للمنتخب يوم 27 من مايو آيار الحالي موعدا لتجمع الفريق. يخوض فريق الزوراء مساء اليوم الثلاثاء مباراة في غاية الصعوبة أمام ضيفه ذوبهان الإيراني على ملعب كربلاء الدولي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وسيحاول فريق النوارس النهوض من أزمة تراجع نتائج وإحياء آماله مجددا من خلال الفوز في المباراة، حيث يسعى الفريق لتخطي الهزيمتين المتتاليتين التي تعرض لهما أمام النصر السعودي في المباراتين السابقتين. وكان الزوراء قد تعادل مع ذوبهان سربيا من دون أهداف في طهران، إذ أكد مدرب الفريق حكيم شاكر أن هذه الأمور يعد حافزا للنوارس من أجل تقديم المزيد، خاصة وأن ذوبهان يتصدر المجموعة الأولى ولم يتلقى أي خسارة. ستقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت بغداد من مساء اليوم الثلاثاء. واصل نادي الشرطة زحفه نحو حصد اللقب بفوزه على نظيره الصناعات الكهربائية بهدف دون رد على ملعب التاجي في إطار الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وتغلب الوصيف القوة الجوية على نادي الديوانية بهدف نظيف. وبذات النتيجة واصل الزوراء نتائجه السلبية وسقط أمام الكرخ، وخسر الطلبة أمام النجف في مباراة مثيرة بنتيجة 3-2، وعمق السماء وجرح فريق الحسين بفوز عليه بهدف دون رد. وعاد فريق أمانة بغداد من مدينة البصرة بفوز مهم على مضيفه نفط الجنوب في أبرز نتائج الجولة 25. وليكم ترتيب الدوري العام الذي يتصدره القيثارة. ويشهد بعد غد الخميس انطلاق مباريات الجولة 26 بإقامة 3 مواجهات على أن تستكمل يومي الجمعة والسبت. توج نادي الشرطة بدرع بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات بعد فوزه على نادي الجيش 3-2 في ختام مباريات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري العام الذي احتضنتها قاعة الكرخ. وحل فريق نفط الجنوب في وصافة الترتيب، يليه نفط الوسط صاحب المركز الثالث.